ولتسليط الضوء أكثر على التظاهرات الجارية في المدن الإيرانية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن السيد محمد المدحجي المتخصص في الشأن الإيراني. مرحبا بك معنا سيد محمد. تحياتي لحضرتك والسادة الكرام. أهلا بكم. ما الذي يعنيه بالنسبة لكم كمتابعين ومراقبين للشأن الإيراني خروج المتظاهرين في المدن الإيرانية بهذا الزخم وسقوط قتلى بهذا العدد الكبير حتى الآن في يعني ظل أقل من 48 ساعة؟ يعني المشكلة بالنسبة للنظام الإيراني هي هذه المرة التحقت الطبقة الأخيرة بالاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من عامين. إيران طبعا كانت متقطعة لكنها متواصلة في النقابات المختلفة، والآن تضاف إلى الطبقة المتوسطة التي تحتاج وتطالب بانفتاح سياسي واجتماعي وثقافي في البلاد، تلتحق في تلك الطبقة الفقيرة الذي تقدر بنسبة 40% من سكان إيران حسب التصريحات والإحصائيات الرسمية. وهذه المرة المطالب هي أو المحرك هو المطالب المعيشية والتي لا تستطيع السلطة الإيرانية أن تلصقها أو تلصقها بالأعداء كما وصفهم خامنئي، لأنه الأعداء لم يرفعوا أسعار ويزيدوا أسعار الوقود في إيران، ومطالب الشعب لا علاقة لها بما سماها خامنئي بالمؤامرة الخارجية، بل هي تتعلق بالقوت اليومي للأسر التي لا تستطيع أن توفر المعيشة لأفراد أسرتها، وهذه هي المشكلة الآن. والشعب الإيراني أيضا يرى المشكلة في سياسات إيران الداخلية والخارجية التي بدأت نعم. في ضوء ما تفضلتم به سيد محمد، هل تتوقع أن تتصاعد هذه التظاهرات وتتوسع؟ يعني عدد الضحايا التي سقطوا خلال يومين في إيران هو يظهر أولا مدى خوف النظام الإيراني من هذه الاحتجاجات، وكما أسلف له علاقة بأنه الطبقة الفقيرة بدأت تنضم إلى هذه الاحتجاجات، ومستقبل هذه الاحتجاجات طبعا سيتفاقم بلا شك، لأنه الحكومة عاجزة والنظام عاجز على توفير وسد ما يحتاجه الشعب، تقصد الاحتياجات الأولية للمواطنين. وهذا هو يفسر لماذا النظام الإيراني أرغم على زيادة أسعار النفط في هذا التوقيت الحرج الذي تشهو إيران في العراق وفي لبنان تحت الضرب، وانعكست هذه الحالة على الداخل الإيراني، وإيران ليس أمامها حلا إلا زيادة سعر الخدمات والوقود والسلع حتى تجبر عجز الميزانية وتجبر هذا العجز من جيب المواطن الفقير. إذن هذه التظاهرات وتفجرها بهذا الشكل ليس ناتج فقط عن أسعار الوقود عن ارتفاعها، هناك فعل متراكم رافض لسياسات النظام الداخلية والخارجية. ماذا سيفعل النظام في هذه الحالة وخاصة أنه يتعرض لعقوبات أمريكية وغربية؟ المواقف الرسمية نرى أن النظام الإيراني لا يريد إعطاء أي تنازل أو حتى لا يريد أن يغير بسياساته للحفاظ على استقرار البيت الداخلي. النظام الإيراني يرى في مشروعه الخارجي ضرورة لبقاء هذا النظام قيد الحياة، هذا النظام قائم على التوسع وعلى خلق المشاكل وعلى ما تسميه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتصدير الثورة، أي نشر الفوضى والطائفية والاقتتال في المنطقة، هذا هو جوهر بقاء هذا النظام على قيد الحياة. ولهذا السبب النظام الإيراني لا يريد ولا يستطيع أن يتنازل عن هذا المشروع، ولهذا السبب هو يحاول أن يضيق الخناق على المواطن الإيراني ويقلص من حصة المواطن الإيراني من الاقتصاد والحياة حتى يمول بها أذرعه وميليشياته في المنطقة. هل تتوقع أن يمضي النظام بهذا الرد الدموي إذا ما توسعت التظاهرات؟ يعني إذا أخذنا تاريخ الاحتجاجات السابقة وما فعلته إيران، نعم إيران ستصعد وستقمع بوحشية
كما فعلت سابقا، وهذا لا يهمها، انه لانه الخميني حينما اسس الجمهوريه الاسلاميه قال ان شجره الثوره تسقى بالدماء، يعني هم يرون انه الدم هو اراقه الدماء هو سبب مواصله ثورتهم وابقائها على قيد الحياه، ان تكن هذا الدماء من قبل المعترضين او المحتجين على ثورتهم او من قبل من يناصرهم يضحي بدمائهم من اجل استمرار هذه الشجره الحديثه طبعا كما قال الخميني، وهم يشرعنوا لذلك اصلا ويعتبرون ذلك شرعي، لانهم يقولون ان الشريحه المهتديه الفرقه الناجيه التي ستدخل الجنه هم ليسوا كل الشيعه، لانه مشروع ايران هو مشروع طائفي، بل قله من الشيعه الذين يتبعون ولايه الفقيه. وصلت الفكره استاذ محمد المدحجي المتخصص في الشان الايراني، شكرا جزيلا لك.